زميلي محمد سعدون الكواري، والشكر موصول أيضا لضيفيك العزيزين. جماهير فريق ليفربول عندما تحضر مباراة الريدز في الأنفيلد فهي تحضر لمسرحية قبل أن تكون مجرد مباراة في كرة القدم. في معقل الأنفيلد المذهل والمفزع والأسطورة والرائع، خاصة في حضور عشاق فريق ليفربول الذين لم يخسر فريقهم لحد الآن، الوحيد الذي لم يخسر فريق ليفربول هذا الموسم. نلعب الجولة 20، آخر مباراة لسنة 2018، آخر قمة للسنة قبل القمة الأولى في بداية السنة الخميس المقبل في مايتلاند لاينز. توريرا، كرة صعبة، توريرا، رمسي، تشاكا، أوباميونغ وأيوبي في غياب لاكازيت الموجود فيهما خصيصا في أن فريق ليفربول لم يتلقى سوى 7 أهداف. كرة بعيدة راحت تماما للتماس على ألكسندر أرنولد، واحد من أبناء النادي، 20 سنة. الكرة كانت ليشتاينر في المراوغة، ليشتاينر، كرة صعبة وخطيرة، هذه الأولى لعناصر فريق أرسنال. دخل ساديو ماني، ساديو ماني، ماني وفيرمينو، الكرة ضربت في صلاح وراحت مباشرة ضربة مرمى. الفهد السنغالي انطلق بس الميدان والانطلاقة من ذلك من فاينالدوم، كرة بعيدة تماما على اليسرى، فاينالدوم، فاينالدوم، كرة خطيرة، الاستلام من شاكبي، ايوبي، ايوبي، ايوبي. عندما يكون لديك حارس اسمه أليسون لا تخاف يا ليفربول. استلمها النيجيري، اختفى الكرة، لعب الكرة ثنائية، تشاكا من هنالك، التوزيع خطيرة، دفاع مرة ثانية، كرة ثانية صعبة مخيفة، فيرمينو، كرة بينية، يوبي يدخل، يوبي يدخل، يوبي، توزيع خطيرة، جول، با 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 با، يوبي ومايتلاند لاينز، وجول في الدقيقة 11 من عمر المباراة، أول هدف مايتلاند لاينز. يا سلام يا سلام يا سلام، سنشهد مباراة عجيبة، سنشهد مباراة لهيبة. تحية مايتلاند، مايتلاند لاينز مرة ثانية، توريرا، فيرمينو راح مرة من أمام توريرا، صلاح استلمها، دخل صلاح، صلاح، با 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 با، جول فيرمينو، يعدل النتيجة لليفربول. يا له من توهج ويا له من هجمة، الكرة تقريبا خافت لوحدها ودخلت، دفاع أرسنال كله ساقط، الكرة وجدها أمامه فيرمينو حطها في الجول. 5 أهداف فيرمينو، الهدف التعديل في الدقيقة 14 من عمر المباراة. يا كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة جول، كرة، با 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 با، جول، 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 جول. روبرتو فيرمينيو جاء من ريو دو جانيرو. الكرة ساديو ماني، با 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 با، ماني، 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 بن لينو الألماني يسد كرة، دخل على الجهة اليمنى، كرة خطيرة، مايتلاند لاينز، كرة تقريبا، او شاكيري، عفوا، شاكيري، بابا رائعة، وخلف يلعب بينية مع توريرا، بابا خطيرة، ووضع التسلل يشير لها الحكم ويقول مصطفي بانه ليس هناك وضع التسلل. توريرا، رمسي استلم الكرة، رمسي مازال محاصر، فابينيو في التغطية، رمسي وفي خطأ، نعم، يقول حكم المباراة ارتكبه فابينيو من امام رمسي. حتى لو تشوفوا الإعادة البطيئة تجدون بأنه في مينو. مايتلاند لاينز فتوا الكرة، راحت مباشرة ضربة مرمى لأليسون، الريتم انخفض شوية لأن وهذه مباراة 17 إذا دخل الآن. هاي الإعادة لمن فاتتهم الأهداف، إيوبي مرر لمايتلاند لاينز وبعدها وجد فيرمينو الكرة أمامه. ثاني أفضل خط هجوم بعد هجوم مانشستر سيتي. بعيدة الكرة، هذه راحت ركنية من الحارس لينو لصالح عناصر ليفربول. تمريرة سعيد، تفضل الكرة البعيدة، بابا جول، خرج
أجل القط الصغير محمد صلاح في القائمة الثانية وحتى على طبق لصاني. الثالث في الدقيقة 32 روبرت لمحمد صلاح كيف دهس على الكرة وحطها لساديو ماني موجود في كل مكان. ساديو أمام المرة مع لا يضيع كرة مثل هذه. استلمها مثل ما جاء استلمها في المينو رجع للخلف. تدخل قوي هنا. نعم قوي من ناصر فريق ليفربول. نزيد في الرتم او نوقف الرتم. وضع تسلل من هنالك من ارنولد على الجهه اليمنى. حكم المساعد رفع الرايه. ثلاث رجعت للخلف لتوريرا. دفاع اون لايتس من عند رفيق اوباميونغ. نايلسو الكره مرت سلامات من الصغير مايتلاند لايلز. راحت بعيده تماما فوق المرمى على الجهه اليمنى لمايتلاند لايلز. رمسي الكرة بعيدة تماما فوق مرمى بكرة لسان. أرسنال عنده صلاح. صلاح دخل. صلاح كرة خطيرة. صلاح ضربة جزاء. تعقدت أموركم تماما يا أرسنال. وكأن الحكم كان ينتظر سقوط صلاح ليعلن عن ضربة جزاء في الكرة الماضية. الدقيقة صلاح يستعيد. صلاح حطها في الجول. صلاح حطها في الجول بالقوة وبالدقة اللازمتين ويسجل هدفه 13 هذا الموسم. يسجل هدفه 27 هدفه 16 في 27 مباراة لعبة لحد الآن هذا الموسم. يا سلام صلاح. 4-1 لليفربول أمام أرسنال. المباراة لم تنتهي. 4-1 شوط أول. أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين. مشاهدي الأفاضل زميلي محمد سيكون لديك الخط بعد. وصل عفوا الوسط كرة بينية. ساديو ماني بابا بابا برايا. انطلق على الجهة اليمنى شاكيني وصلاح. وبابا خطيرة رائعة من شاكيني في اتجاه محمد صلاح. صلاح صلاح إلى صلاح يدخل. صلاح يوصل. صلاح ثاني ثاني صلاح الثاني جهة الثالث. كرة خطيرة رمسي جول. متسللا يا أوباميانغ. يا سلام على اللعبة من رمسي. لا لا صلاح صلاح شاكيري صلاح شاكيري صلاح صلاح. بدأت الفراغات والمساحات التي تشاكا في الاسترجاع او كوشيلي يغير على جهة اليسرى لأوباميانغ. محمين وفي الوسط شاكيري استلمها دخل فينالدوم. استلمها دخل فينالدوم فيرمينو لأرنولد. كرة في الركنية. يدافعوا بكثافة عددية ويهاجموا بكثافة عددية. يدافعوا بروح وثمانين ألف مناصر. الرقية في القائمة. بيني والبينية مع صلاح. صلاح لا 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 يا 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 يا. تمريرة صلاح تسوى هدفه الأول وتسوى ثلاث أهداف لو يسجلها اليوم. براعة كبيرة في التمرير هنا من محمد صلاح. جعل الخلف لهندرسون. الكرة البعيدة من هندرسون ولشتاينر وضرب الجزاء. ضرب الجزاء أخرى لعناصر فريق ليفربول. يصفرها حكم المباراة في هذا الوقت الحاسم والحساس في وقت بدأ يعود فيه أرسنال في اللعب. فيرمينو يستعد ويتقدم. فيرمينو حطها في الجول. 5-1 صارت النتيجة لليفربول أمام أرسنال. يا له من فيرمينو بثلاثية ويا له من ليفربول. رهيب أنت في الأنفيلد وفي غير الأنفيلد. بالخمسة يضرب في مدرجات ملعب كرة. التصور مايتن لايس ليش تاينير يلعبها في وسط الميدان في اتجاه توريرا. توريرا يطلبها تشاكا يفضل تماما على الجيم. يو 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 يو. وروبرتسون اليسرى راح النيجيري دخل. يوبي 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 أليسون. لا يخاف فريق ليفربول في وجود أليسون. رجعت لشاكيري ولا بين احضان الحارس. شاكيري وبين احضان الحارس هذه الكرة. أراد أن يسترجع التوازن في وسط الميدان واسترجعوا فعلا بدخول هندرسون رفقة فينالدوم وكذلك فابينيو. صاروا ثلاث لاعبين في وسط الميدان. انطلق لشتاينر عنده الكرة الآن.